الخير في بلدنا ما بينتهيش، وبإيدين ولادنا بنزرع تعب وعرق في كل شبر من المحروسة علشان نعيش حياة كريمة. والبداية كانت في يناير 2019 بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات المعنية بإطلاق حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كافة قرى ونجوع مصر. حياة كريمة بترسم مستقبل أحسن لأولادنا وبتمهد الطريق للجمهورية الجديدة. وبخطة واضحة نفذنا الشغل على مراحل، وفي خلال 3 سنين قدمنا للعالم ملحمة بناء وتعمير شملت 4500 قرية و28 ألف تابع في كل أنحاء الجمهورية لخدمة أكثر من 58 مليون مصري. سكن ومرافق، مدارس ومستشفيات، طرق ومشاريع صرف وري وغيرهم كتير باستثمارات وصلت ل 800 مليار جنيه. كل ده علشان نقدر نعيش حياة كريمة.